هل كان النبي يتعاطى مع هذه المسألة أنها مسألة ميكانيكية محض؟ هل المرأة مجرد وعاء للتفريغ فعلا بهذه الطريقة؟ شيء غير منطقي لا يدخل العقل. وهو الذي أمرنا وأفهمنا أن الرجل إذا أتى أهله فعليه أن يصدقها. شوف شرحت هذا في محاضرة الختان مرة، وأعجب حتى المسيحيات النصرانيات، قلنا نتمنى أن البابا عنده مثل هذا الفهم. انتبهوا، النبي قال على الرجل إذا أراد أن يأتي أهله أن يصدقها. تعرفون ما معنى أن يصدقها؟ يقدم لها مهرا يعني في كل وقاع. ما معنى المهر هنا؟ القبلة، المداعبة، الكلام الجميل، التحبب، التودد، مقدمات، الفور بليز بسموها. النبي أشار إلى هذا، القرآن أشار إلى هذا، قال وقدموا لأنفسكم. تقديم اسمها المقدمات، الفور بلي. والقرآن قال قدموا لأنفسكم، واضح جدا، على عكس ما فهمها المفسرون فهما في غير محلي بالمرة. النبي قال هذا، قال فليصدقها، ثم قال فإذا قضى حاجته فلا يعجلها، لأن النبي يعلم أن خطها إيش منحن في علم الجنس الآن. خط المرأة منحن، خط الرجل ليس منحن بل مستقيم أيها الإخوة، هابط يصعد يهبط مرة واحدة، معروف النبي يعرف هذا. قال فلا يعجلها، فالمسألة إذن تحتاج إلى وقت على الأقل، مع كل واحدة زهاء من 20 إلى نصف ساعة، هذا إذا تجاوزنا يعني، إذا مش أكثر. فكيف يأتي 9 نسائه في ساعة؟ أفهموني، أعيرون عقولكم، أنا لا أفهم هذا. انتبهوا، أخطأ فلان وعلان هذا لا يعنيني، أنا يعنيني أن أنصف نبيي، أن أجلي صورته الإنسانية الرحيمة كما هي بالعقل وبالنصوص. وسيأتيكم الآن النص إن شاء الله تعالى، النص سيأتيكم من الصحاح حتى نرى كيف ضللنا أيها الإخوة، ضللنا عفوا في فهم هذا النص الكريم، مع أنه في الصحيحين وفي مسند أحمد وغيرهما أو غيرهم. طيب أيها الإخوة، هذه واحدة. الثانية، سودة بن زمعة كما في الصحيحين عن حديث من حديث أم المؤمنين عائشة، سودة بن زمعة تنازلت عن نوبتها لعائشة، فلما فرقت تقول كبرت وفرقت خافت أن يتركها الرسول، قالت يا رسول الله لا أرب لي في الرجال، قد جعلت نوبتي لعائشة، فقبل منها ذلك. معروف قد يقول قائل لا، هذا كان قبل أن يتحدث أنس، لا بأس يا سيدي، إذن هو كان يأتي 9 لا بأس، لكن ما لا جواب عنه. اسألوا أي طبيب جينيكولوج، طبيب نسائي، واسألوا النساء أنفسهم أيها الإخوة، هل يمكن أن يجتمع لدى رجل واحد 9 من النسوة ويتفقن ما شاء الله في دوراتهن الشهرية، بحيث يحضن في وقت واحد ويطهرن ويكن مهيئات لذاكم الشيء في وقت واحد؟ غير منطقي. 9 نساء ستكون هذه حائضا وهذه طاهرة، 3-4 طاهرات واثنتان ربما حائضات. كيف يقول لنا هذا الحديث كأن هذه كانت سنة لرسول الله يأتيها كل يوم أيها الإخوة، أو في أغلب أوقاته يدور على النساء، بمعنى يأتيهن ذلكم الإتيان 9؟ غير صحيح، غير علمي بالمرة. إذن ما الجواب؟ هل كذب أنس؟ أعوذ بالله، حاشا. هل كذب على أنس؟ كذب بعض التابعين حاشاهم بعض، لا لا نرجح هذا أبدا، حاشاهم، الحديث صحيح ولا بأس. لكن أيها الإخوة، لعل أنس كان يرى الرسول يدخل ويخرج يدخل ويخرج، وأنا طفل صغير على فكرة، وأكثر الأحاديث الخاصة بحياة رسول الله الجنسية، وهذه ملاحظة عجيبة رواها أنس بن مالك، حديث الكفيت هذا في أسانيده التعبانة، مروي أيضا عن أنس بن مالك، حديث كثيرة بالعشرات عن أنس، طفل صغير أيها الإخوة، له أوهامه وله خواطره وله تصوراته، طفل لا يفهم الأشياء كما هي، كان طفلا صغيرا يخدم النبي ابن أم سليم. أنس لعله ظن أن النبي يأتي أهله، لكن انظروا الآن إلى ما في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله رضي الله تعالى عنها، قالت. طبعا الآن بعضهم قد يقول أن لهذا المشلوح أن يفهم هذا كله، ولا عشره ولا عشر معشري ولا يعرف هذا، لكنه يكذب. أنا لا ألوم عليه في عدم فهم هذه الأشياء بدقتها العلمية، لكن ألوم عليه في كذبه، وسيأتيكم أطراف منه إن شاء الله في مواضعها. يكذب كذبا حقيقيا، ويبتر عن النصوص، ويخفي ما شاء ويظهر ما شاء أيها الإخوة، ويحرف. هذا الذي يشككنا في نيته، وهذا الذي يجعلنا موقنين نتبع من ونترك من. حاشا لعالم مسلم،
حاشا للشيخ الإمام مسلم أن يكذب على عيسى حتى يجنأه، حاشا. لكن هذا المشلوح يفعل هذا، إذا ليس على حق. لو كان يعيش بالحق وفي الحق وبنور الحق والله ما كذب إيه على رجل شريف يا سيدي، لن نقول نبي ورسول، ها سنعامل النبي هنا كمعاملة أي قائد تاريخي، لن يكذب عليه، لن يكذب على قائد تاريخي عظيم. لماذا تكذب عليه؟ أبو سفيان، أبو سفيان أيها الإخوة رأس بني أمية الذي كان من أحقد طغاة قريش على رسول الله، لم يكذب عليه بين يديه هرقل الملك الروم، لأن الكذب عيب عند العرب، ليس حبا في النبي، هو أحب أن يكذب عليه طبعا مشرك وثني. لكن قال ولولا خشيت أن يأثر العرب عني كذبا لكذبت عليه، لكن عيب ما طلعش من، لكن هذا ما فيش عنده عيب، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا خلع العذار ولم يخش العار، لا هو ولا أمثاله. فعرفنا، شكرا لك يا سعادة القمص، شكرا لك، لست حبرا ولست راهبا، الرهبان عندهم رقة أكثر من ذلك، شكرا لك. عرفنا نتبع دين من؟ دين الصادقين المبرورين وليس دين الكذابين المدلسين البهت والعياذ بالله.